بكم مشاهدينا إلى مرايا الثقافة والفنون. في مرايا اليوم نعكس حالات في الفن التشكيلي والأدب والموسيقى. أهلا بكم إلى حلقتنا، وبعد الفاصل نبدأ. بالمشهد الثقافي نبدأ من ملتقى الفن التشكيلي الأول في جبلة تحت عنوان فكر وفن وحب جبلة. في هذا الملتقى التقى مجموعة من الرسامين والنحاتين ليقدموا أعمالهم، وما يميز هذا الملتقى بأنه كان ولادة، يشهد الجمهور ولادة الأعمال الفنية على مدى 3 أيام. هم يرسمون وينحتون أمام الجمهور ليخلص الملتقى بمجموعة من الأعمال الفنية الجميلة. مجموعة من الفنانين التقوا في هذا الملتقى على الحب وعلى المحبة في مدينة جبلة، ويسرنا أن نلتقي اليوم بالفنانين ببعض الفنانين الذين شاركوا في هذا الملتقى. الفنان النحات زهير خليفي، أهلا ومرحبا أستاذ زهير. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخيرات، أهلا ومرحبا. وأيضا أرحب بالفنان النحات حسن سليمان، أهلا ومرحبا أستاذ حسن. أهلا، صباح الخير لك ولكل سوريا. أهلا، ويسرنا يعني أن نلتقي معكم، وقد أنجزتم هذا الملتقى اللي أقامته مديرية الثقافة في اللاذقية مركز ثقافي جبلة. ماذا تحدثنا عن هذا الملتقى؟ كيف التقيتم عليه؟ بصراحة نحن يعني عندنا رغبة بالأصل نعمل شيء لمدينتنا جبلة، ومن زمان في فكرة، واتفقنا نحن والأنسي ميادة رئيس المركز أكثر من مرة أنه يلا حركوا حكي نعملوا نشاط. نحن جاهزين في المركز الثقافي، اليوم عنا همة، اليوم عنا هيك طاقة قدرة، وعنا محبة لمدينتنا يعني اللي هي بتمثل كل مدينة سوري. منتمنى نعمل شيء. قال طيب أوكي نحن جاهزين. ما بعرف كيف، هي عندنا اجراءات شيء بخص الرسميات ضمن المؤسسه الثقافيه، واستنينا الموعد وكان يعني اختاروا فنانين جيدين، شيء كان للتصوير الزيتي وشيء تحت، والحقيقه كان كثير جميل وكثير حلو بقلب المدينه. مبدئيا هيك بدأنا نحن بالملتقى. تمام، إذا الفنانون مع الجهة المعنية اللي هي الثقافة، المركز الثقافي في مدينة جبلة ومديرية الثقافة في اللاذقية، واكتملت الصورة. اخترتم يعني حالة غير تقليدية لعرض أعمالكم الفنية بأن تكون أمام الجمهور، يعني تولد اللوحة أو المنحوتة أمام الجمهور. كيف تم أيضا تحضير لهذه الحالة لتقديم الأعمال؟ للأمانة كان عندنا رغبة يكون النشاط على البحر، اللي هو أوجه يعني كنشاط ثقافي. يعني إيه، بحر أحلى رفيق وأحلى شاهد بده يكون على مدينة متوسطية ومدينة فينيقية. الأفضل والأنسب كان نتمنى أن يكون على البحر، لكن يبدو مشكورين طبعا مديرية الثقافة وأنسة ميادة إمكانياتها نوجه تحية للأستاذة ميادة حسن مديرية المركز الثقافي جبلة. غيرتها، ونحن عندنا تاريخ معها، بنعرف قديش هي غيورة وحابة تشتغل شيء. ما كان يبدو في إمكانية لحتى يعملوا تجهيزات على البحر، اللي كان فعلا كان أفضل تماس مع الطبيعة ومع الجمهور أيضا. يعني كتير حلو الفن لما بيتشاركوا معه، بيتفاعلوا معه الناس اللي رايحين جايين. ما أصلا هو أساسا الفن إذا ما كان لهيك ناس فيعني بلا ما يكون الفن. فبعدين قال نحن الإمكانية يكون ضمن حديقة المركز الثقافي. جبنا معداتنا وجينا على الشغل. طبعا كنا بورشة عمل قبل بملتقى بقلعة الأستاذ زهير خليفي بالعنوان اللي حضرتك من شوي قلتيه، هي فن وفكر وحب. لا، الفن وفكر وحب. الحقيقة هذا النشاط الملتقى الفن التشكيلي الأول بجبلة. أما نحن كنا جايين من لمة كرز وشوية نحت. يعني إسا ما كان عندنا هالفاصل نرتاح، لكن ما حبينا واجبنا تجاه مدينتنا وتجاه
ايضا مدرسة ثقافية انه يكون لنا حضور ولنا بصمة بهالمدينة. فاجينا بدون راحة يعني، اجينا فورا على الشغل، وفعلا خلال الوقت كان قصير نسبيا يعني، انه خلال 3 ايام قدرنا ننجز الى حد ما هذا المتاح، هذا اللي كان موجود يعني. نعم. وان شاء الله نكون هيك وفقنا ب لا اكيد هي حتى الفكره بحد ذاتها هي الحقيقه فكره هيك مغريه ومشوقه وابداعيه يعني. فهون استاذ زهير من اعمالك الكثيره، طبعا نحن بنوه انه استاذ النحات زهير خليفه صاحب مشروع كبير في النحت، و يعني حضرتك معروف بقريتك بيت ياشوط انه لديك قلعه هي قلعه النحت وفيها كثير من اعمالك النحتيه. مادتك الاساسيه هي الحجر، فكيف حضرت الكتلة اللي بدك تقدمها أمام الجمهور في مكان آخر غير بقلعتك المتعارف عليها؟ بالأعمال بالنسبة للقلعة معظمها حجري، أكثر من 80% الأعمال حجري، ومن بيئة المنطقة يعني. أنا ما غربت الكتلة، جبت كتل من غير منطقة أبدا. بس بموضوع الملتقى اللي صار بمدينة جبلي، الحقيقة نحن اشتغلنا بالخشب، جابوا لنا كتل خشبي مقبولة نوعا ما، كانت الكتل جيدة. المشروع كان خشبي 100% بجبلي. اشتغلت خشب يعني بالملتقى. يبدو هيك ان قرروا، بس انا يعني شخصيا الامكانية اللي كانت متاحة عند كنت بتمنى تكون حجر، بس كمان الحجر صعب نقله، صعب لكن لو اعتمدوا علينا عفوا بهي الموضوع كنا جبنا حجر ما كان في مشكلة. هن قرروا انه يكون خشب، قلنا لهم اوكي خشب، احنا ما عندنا مشكلة. هو كمان الحجر وغبرة والى اخره، فهو يعني ممكن طبعا هي كونه الملتقى الاول، نحن ممكن اليوم اي شيء اي فكرة تضاف أكيد في ملتقيات قادمة إن شاء الله يعني. المهم أنه توضع الحجر الأساس لانطلاق ملتقى يعني كونه الأول، فالأفكار أكيد بتتطور. إذن كتلة خشب، ما الفكرة التي قدمتها يعني أولا، أو ماذا أوحت لك هذه الكتلة لتقديم عمل فني؟ على الصراحة أنا استفدت من الكتلة من تشكيل الطبيعي شوي يعني، يمكن كانت الخيارات شوي ضعيفة قدامي، أنه كتلة واحدة كانوا هيك الشباب أخذوا كتلين، لو كان في أكثر من كتلة أو أكبر حجما صراحة كان طلع عمل لسه أقوى وأهم يعني. أنا على القليل هيك كنت شايف، وهيك كان عندي قدرة أنا وصل فكرتي بطريقتي على كتلتي. الكتلة كانت جوز، خشب جوز ظريفة نوعا ما يعني. أنا عملت صراحة أنسة هالمرة، الأنسة أخذتها بمعناها الجمالي أكثر ما هو العاطفة. الأنسة يعني حبيت بين فيها هيك نوعا ما خطوط وانسيابيات وإحساس الجمال اللي ممكن تعطيه الأنسة. جمالي يعني، مركز على الناحية الجمالية أكثر من هي أنه هي تعني الخصوبة. نعم، بمدلولاتها الأخرى يعني. نوعا ما أنا حاولت اليوم بعملي بين الجمال بالأنسة بالشكل، بالانسيابيات، بالخطوط، بالايحاءات يعني. تمام. حاولت. وهون ايضا يعني المشاهد والمتامل يعني يرى امكانيات وقدرات هذا النحات يعني، كمان لما بيلتفت حدا لهي النواحي ايضا كانك عم تحب امام الجمهور تقدم نفسك كنحات محترف يعني. ممكن هكذا انا يعني ممكن ايضا بعد مرحله توصل لهي الحاله. صحيح، ممكن توصل لهالمرحلة، انه انا اليوم شو بدي من الانسة، هي شو بدك تحط الفكرة، شو بدك تختار لموضوعها. انا طلعت من حالة على القليل بهي الكتلة حبيت بينها بطريقتي نوعا ما احساس الجمال عند الانسة، هو صراحة احساس كتير مهم هيك بحسه، وحاولت بينه بهي الكتلة. اكيد كثيرين بتشكروك على الخيار، لأن جميل أن نشهد أنثى يعني بين يدي نحات تتشكل يعني، فهذا شيء جميل يعني، والأنثى دائما هي موحية بجماليات كثيرة. أستاذ حسن سليمان، وحضرتك أيضا مؤسس لمتحف تراثي أيضا في بلدتك بيت ياشوط ونحات، والآن في هذا الملتقى أيضا كتلة خشبية، ماذا أوحت لك هذه الكتلة؟ للأمانة ما كان في خيارات، يعني كان في 5 نحاتين، كان في 5 كتال يعني. مشكور الأستاذ زهير أنه اعتمد أنه الكتل هي منيحة مناسبة، لكن هي بالمقاييس اللي نحن بنحب نشتغل عليها، أنه راح تتركي عمل دائم. فاختيار
نوع الخشب كان مهم جدا. طبعا هيك كانت امكانيتهم، جابوا حسب ما قالوا انه هيك الامكانيه، فما كان فيها الخيارات يعني خمس نحاتي خمس كتل. فجينا اخذ طلع فيه قلت لي بالاخير من خشب السرو طبعا. كان في امكانيه لاشتغل عليها حسب ما شفت انا، طبعا ما كان هالحجم كبير لكن مقبول يعني شيء متر ونص. اشتغلت مفهوم بجوز اعتمدت فيه التبسيط، يعني اشتغلت باسلوب التبسيط والاختزال على موضوع الحياة عبر ايضا لكن النحات والفنان دائما هاجسوا. ما راح نقول مثل ما قال استاذ زوير انه هو معه حق بهاي الفكرة، انه ما عم نشتغل عليها فقط. البعض بيقول نحاتين فنانين ليش دائما بتشتغلوا المرأة 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 ليش يهاجسكم المرأة؟ القضية قضية حياة، يعني انا ممكن اعبر عن الحياة بتكوين اعني في خصوبة ما، وطبيعي ان احنا بالتاريخ السوري ما رح فينا نطلع من تاريخنا. عشتار هي الإله السوري، الرمز الخصوبة. فأنا حكيت عن هالموضوع بأيضا بخطوط مبسطة بتكوين أنثوي رمزية. فيعني هيك كان الوقت بيسمح وهيك كانت الكتلة توحي فقط يعني. نعم. يعني لا، وأنتوا جسدتوا العنوان فكر وفن، يعني حضرتك بجوز كفكرة رمزيا أخذتها، وحضرته الأستاذ زهير فنيا يعني أيضا قدم نموذج للمرأة عبر النحت. لكن بهذا الظرف أستاذ زهير، أنتوا اليوم عم بتقدموا هذا الشيء أمام جمهور، يعني عم شوفوكم من المراحل الأولى، يعني هو أشبه بامتحان حتى. طبعا أنتوا أكيد تجاوزتوا هاي المرحلة، لكن فيها شيء من أنه أنت عم تقدم مختبرك الخاص اللي أنت بتقعد فيه منفردا، اليوم عم بتقدمه أمام جمهور. شو اللي اختلف يعني حتى كحالة وإحساس؟ ومعروف أنه النحات والفنان بشكل عام له مزاجيته الخاصة، له ركنه الخاص ممكن، لكن هون اختلف الظرف. هلا ما بعرف هي لحد وين، أنا بشوف مثل على القليل اللي بحكي عن تجربتي بتوصل لمرحلة ما كتير يعني ما كتير بتفصل، بدي سميها عندنا بعلم اليوغا بتفصل حواسك يعني نوعا ما، بتنتقل انت ما عاد بقى يعني لك الاخرين، يمكن هن قدامك يمكن شايفين ومو شايفين بنفس الوقت، وهالاغلب ما بتكون شايف لانه بتفصل بقى، بصير من داخلك شغلك مو شغلك يعني انت بيحيي لك او بيعنيك اللي اجا او الكلمه اللي سمعتها او حاله الطقس او الشمس او او الغيم او الغبره او نسبه خلص دخلت ابدا يعني ممكن تكون صبب عرق وبتكون عطشان وبتكون حدا راح وحدا اجا وحدا حكى وحدا ما حكى، انت فيصل تماما. على القليل انا بدي احكي لك تجربتي الخاصه. ما كثير بقى يعني بفكر بالمره، بيكون شغلك كل احاسيسك متجهه صوب الكتله، وعم بخيالك عم تحط النسب والابعاد ضمن هاي الكتله، وين لازم له شيل وين لازم له اضافي وين لازم له تنعيم، وهيك توزيع النسب توزيع الحالي تحط احساسك فيها وين ببين اكثر وين اقل وين. صراحه هي هون يعني انا بدي اقول لك انه هون الجمهور هو مؤثر. لا بفصل انا صراحه بفصل يعني مثل ممثل بيطلع على المسرح امام الجمهور ما بقى بيشوف حدا، بيقول لك انا ما بشوف حدا. فهذا حاله كثير، هي حاله فنيه ابداعيه يعني مر فيها لهي الحاله من هون بيشتغل حتى حتى بمنحتي يعني كمان احيانا بتفاجئ انا بحدا انه هو جاي ما يتفرج علي وراي ولا كذا، او حدا قاعد ضيف وصديق شرفه ارتاحوا، بس انا فيصل تماما يعني حتى اطلع من الحاله اللي انا فيها لوصل فكرتي لحتى نوعا ما هيك تستوعب او تسترجع حواسك وتتفاعل. جميل. هون حتى في ناحيه حتى الجمهور، انت اليوم عم بنقول بدك تقود الجمهور الى هي المزاجيه، ايضا يشاهدك بصمت. انت هون ايضا عم بتتهيئ مشاهد جيد، مشاهد متقن لحاله دخول الفنان بهي الحاله، فعلى عكس ما انه مثلا ممكن يحكي معه او مرحبا، لا بالعكس كمان هو عم بيدخل بصمت. هون كمان حاله جميله، نحن كمان عم نرتقي بجمهورنا يعني. بهي الحالات استاذ حسن، ايضا يعني بنفس الحاله امام الجمهور، كيف انت دخلت بصومعتك الخاصة لتأدي أو لتنجز عملك الفني؟ إذن فكرة صديقي دقيقة بما يخص دراسة العمل، بده واحد فعلا يكون كتير هيك
يعني مركز الدراسي بدها تركيز، بدها أنا في فكرة يعني فعلا ممكن إذا صار تشويش أنا رح أتأخر شغلي، لكن بعد ما بتبين الفكرة تماما أنه أنا شو بدي أشتغل وبلش حط الخطوط أو خطة عمل للكتلة بصير الحضور بالعكس أحيانا أنا لرأيي أنه بيكون أحيانا حافز يعني منيح، وكان يعتمد صديقي لهالفكرة نعتمد بالمنحة عنده أنه كتير كان يجوا طلاب يجوا أطفال يجوا مثلا بعد ما أنت حاطت الفكرة ياخد أنه شو عم تعمل هون شو كذا. فأثناء الملتقى اللي صار مؤخرا بجبلة اجوا ناس بس كان فعلا نحن حاطين تصير أسئلة عندهم فضول ومشروع هذا الفضول وهالأسئلة مشروعة أنه أنت شو حابب أنت شو بدك تعمل أو شو كذا. فكتير هن يرتاحوا هلا بالبداية بيشوفوا أنه خطوط طيب بعدين لوين رايحين أنه شو بدك تشتغل شو معلش هيك شوي شوي بيصير بينشدوا أكثر. تمام. أنا بشوف ثقافة صناعة أو بدنا نقول تكوين المنحوتة وأيضا تكوين عند الشخص الآخر أنه كمان تأخذيه لهالمطرح. يعني اليوم بهالظرف اللي بنعيشه بالبلد وهالغبن وهالمحدة إذا بتسألي بيقلك والله أنا مرتاح وكذا معلش نحن بظرف العام يعني ظرفنا العام هيك. فكتير حلو أنه تلفت عناية الناس أو انتباههم أو نظر كأنه طفل ولا شاب ولا أنه لا في شيء جانب مضيء تعالوا في فن مثلا شوفوا أن نحن هي بتجي تعلي من معنوياتهم أو بتاخذهم بتخفف شوي ربما يعني. وعم نفرجيكم يعني مراحل نحن شغلنا وعم نكشف مزاجيتنا يعني والفنان اللي معروف أنه هو بينجزها وبيعرضها أنه لا نحن عم نشرككم معنا في مراحل تكوين هالمنحوتة. نحن يا ريت في صورة للزملاء طبعا هاي الأستاذ زهير منحوتك وأيضا يا ريت تشوف الأسماء الفنانين المشاركين بالملتقى كمان الفنانة رؤى حسن نعم رؤى وأيضا الفنان رامي صابور ورؤى حسن نجود سعيد يعرب أحمد وحضرتك حسين سلمان زهير خليفة فراس علاء الدين مهند علاء الدين نزار سعود منوجه لهم تحية يعني إن شاء الله كمان بالحلقات القادمة منكون يعني منلتقي مع كل هؤلاء الفنانين إن شاء الله اللي هن شاركوا يعني بتصور هيك الأحاسيس تكون واحدة يعني حتى نعم بين بعضكم كفنانين صار في جو حلو اسمه ملتقى يعني اسمه ملتقى هي جمالته كان مهم نلتقى يعني أوقات نحن للظروف اللي حكيناها من شوي ممكن في تباعد جغرافي أما فرصة الملتقى أنه تكوني على قرب من زميلك أو من زملائك أو رفاقك نعم. يعني بمشروع واحد هذا الأستاذ يعرب هذا العمل نعم. التصوير لوحة يعرب أحمد يمكن الأستاذ رامي نعم أو أنا يعني عم أقول أنه شكل الفنانين هن وعم يرسموا أو ينحتوا بحد ذاته حالة فنية حالة أي. ثقافية يعني نحن الجمهور هي منحوت الأستاذ هاي منحوتي منحوتك أنت نعم لأن كمان امرأة فيعني أنه مثل ما قلنا أنه هذا الأستاذ يعرب بيعمل وكان عم يأسس لسه فيه مرحلة التأسيس وصولا بعدين باليوم الأخير عرضتون جاهزين اليوم هاي مرحلة الأستاذ زهير أثناء التأسيس كان عم يعمل لها خطوطة أو دراستها المنحوتات رح يبقوا بمركز ثقافي جبلة يعني حلو كمان هاي المركز يعني حتى هو هذا مركزنا من واجبنا ومن حقه علينا هذا المركز ينتعش وكمدينة من حق علينا من واجبنا تجاهها لكن هون يعني علوة لو كانت هاي فرصة بهاللقاء علوة شوي ولوة شوية أهمية لجبلة يعني بتزعلي إنه مدينة فينيقية مدينة سورية بدنا نقول وإذا بنرجع على التاريخ إلى علاقتها أهم المدن والله المتوسطية والله حرام يعني بلد في عالميا يعني أوجد بلدنا وساحلنا وبلادنا أوجدت أول أبجدية وأول رقم أو أول نوتة موسيقية على رقم فخارية يعني كل هالبصمة اللي تركوها الأجداد يعني إذا في حدا هلا عنده نفس أو عنده قدرة يعمل شيء كتير مهم يضوع عليه شوي يعني هلا طيب أنا ما رح حمل جهة صدقا يعني هلا الأستاذ مجد مشكور قال التقى مع الأستاذ مجد نوجه له تحية مجد صاري مدير ثقافي في اللاذقية قال أنا أتمنى يعني فيكم مساحة أكثر وأكبر لفين يكون
جنبكم مثلا. يعني هلا نحن قال زهير شغله انه تحت ظروف الشمس اشتغلنا، عملوا حرفتهم الجماعه. نعم يعني هي الامكانيات المتاحه حاليا، وعد انه بآب في نشاط وراح يكون في دعم، لكن نتمنى نحن فعلا هو يلقى دعم. يعني قد يكون هذا الرجل بحب يشتغل، لكن نتمنى تندعم يعني مديرية الثقافة. رغم كل الظروف وفعلا والامكانيات اللي عم بتضيق الحقيقه، اللي ظروف كثيره بنعرفها يعني، لكن مع هيك نحن من هي الظروف عم نحاول دائما نأكد على الحياة واستمراريتها وعلى الإبداع والفن، وسواء بجبلة أو في أي مدينة أخرى عشرات الأسماء من المبدعين في اللاذقية في ساحلنا في سوريا عموما. بالإضافة ل يعني هذا الملتقى اللي أخذ صفة رسمية كونه نعم تابع نعم للثقافة، مديرية الثقافة، أيضا ملتقياتكم الخاصة اللي بتقيموها أستاذ زهير، حضرتك مؤسس ملتقى أو بدنا نقول مؤسس لمتحف هو مسميه القلعة، اللي هو بتضم كتير من أعمال النحتية، ومؤخرا قبيل هذا الملتقى أقمت ملتقى لأصدقائك من النحاتين بعنوان كتير جميل، لمة كرز وشوية نحت. يعني فهون في بعد اجتماعي انه بس رفقاتي النحاتين نلتقي وموسم الكرز وخلونا ننحت شو ما ننحت يعني. بالضبط هيك صار. يعني انا بيشاركني الفكره والموضوع والاخراج الصراحه صديقي حسن، وعندنا صديق ثاني كمان كثير اسامه علي، الاستاذ اسامه والاستاذ عامر علي. كل سنه نحن صراحه صارت هيك هاجس عنا انه بدنا نعمل شيء، وامام انه زوارنا اصدقائنا الفنانين من كل سوريا كمان هن بيكروا علينا انه يلا حركوا حالكم تعالوا نشتغل شيء حلو، بتشجيع منهم صراحه كمان. اوكي نحن الارضيه عندنا، المكان منحتنا كبير وواسع، وبالطبيعه تحت الشجار بالجبال بين العصافير والفراشات والجو والغيمات. يعني صراحه هو جو رائع كثير كثير. الفنان السوري جميل يعني كمان طبعا احنا فنانين بياخذوا العقل على فكره. يعني كثير جميلين، بروح حلوه. فدعيت اصدقائك من النحاتين يعني من كل سوريا. اليوم كان نحاتين بس بملتقى لمه كرز، لمه وشويه كرز وشويه نحت وشويه حب، يعني صراحه كان معظمه نحاتين. كان المفروض يكون معنا الاستاذ عامر طبعا كمان بنوجه له تحيه، لكن كونه كان عنده ظرف والملتقى اخذ طابع نحت وهو مصور، فلاكثر من سبب كان غايب عنا، لكن هو كان حاضر معنا بالوجدان يعني. نعم يعني انتم منارات فنيه بهالبلدات الجميله. ايضا الاستاذ حسن عندك متحف التراثي اللي تجمع فيه كثير من الادوات التراثيه، وهذا بحد ذاته جهد شخصي كثير مهم وكثير كبير على غرار متحف الاستاذ برهان حيدر. ايضا لا تزال انت بهذا المشروع قائم له زواره ورواده. لك كان عندي خطة انه يكون اذا بدك قبل 10 سنين مقام. يعني انا لما كل سنة عم نكون ان شاء الله الفرج هالسنة اعتمدت على المعارض اني اقيم معارض ليس ما اتمكن. هذا الامر بده اعدادات مدام لبابا، ما انه امر سهل اني تقولي انا رح مثلا اسس لمتحف تراثي، بده شغل بده كلفة، ففي اولويات نحن اليوم عندنا، ما في حدا كرب اسرة الا عنده اولويات طبعا. وانا كرب اسرة ظالم لاسرتي بهالموضوع وبقر فيها وهي قدامكم، يعني انه في كتير اشياء لحافظ عليها لحتى ما تروح لهذا الاثر الجميل، لازم جيبه ويكون له اولوية بجمعه. فاعتمدت العرض في المراكز الثقافيه او حتى بالمحافظات، كان تجربه حتى بطرطوس بالحديقه العامه. كان يمكن الملتقى المعرض الاول كان ب 2005 بدار الثقافه ضمن فعاليات مهرجان المحبه. بعدين ضلينا كل سنه بقلعه جبله او مدرج جبله الروماني بنشاط كان جمعية العاديات، كان مهرجان جبل الثقافي أكثر من سنة شاركت. هذه المشاركات ما هي بتلبي الطموح، لأنه هذا التراث لازم ما يضل يتنقل ويروح ويجي في أدوات بمكان ثابت. فنحن حكينا يمكن الحكي قبل، وضل الطموح وضل اللي بالبال يعني نتمنى يكون في هيك شيء. عملنا مخطط لاحقا ليكون في متحف تتبنى يعني مثلا. والله لا والله لا، انا قدمته مره انا للبلدي اللي عندي لبلدتنا ببيت ياشوط المركز الثقافي، اخذنا جناح
لكن طلبوه يعني طبعا قدمته مجانا. طلبوا القاعة اللي هي كانت قاعة مناسبة إلى حد ما، طلبوا وقال لغاية أنشطة صيفية واضطريت أن أشيل، وهلأ قلت قال عسى أن تكرهوا شيئا. ففعلا هي قد تكون إن شاء الله بداية، ناطرين الفرج. هلأ بلشنا نأسس من ما يعني عمل إعدادات، يعني هلأ عم بجمع بعض المواد اللي بتفيدنا، رح حاول خليه ببيتي القديم بالضيعة بجنينته اللي هي أخدي هلأ شكل متحف إذا بدي من الخارج، ومن الداخل بمعونة أصدقائنا أيضا الفنانين. هون دور بقى الترويج لهي المتاحف، متحفك أستاذ أو حتى كمان قلعة الأستاذ زهير، الترويج يعني السياحي، الترويج الثقافي، أن يكون هناك زوار أو أن تدرج هذه المتاحف كما صار يعني مع متحف برهان حيدر، متحف الدكتور الأسكي الله يرحمه، يعني صار يدرج يعني بالبرامج الثقافية والسياحية ليكون، وهذا يأتي ضمن سياق أيضا ترويج عام يعني حتى سياحي. وبالعكس هو شيء كتير جميل واحد يزور بلدة يشوف فيها بهالأهمية، قلعتين بهالأهمية. هي صارت هيك مدام، صارت بهالمستوى، يعني هلا ما في يوم ما بيحكي معنا حدا تمام، يعني صار معروف هذا اللي جاي من حدا اللي جاي من طرطوس بدنا نمر نحن معنا ساعة صراحة. صارت يعني كمان الشعب السوري عنده تذوق جميل، وعنده الناس بحاجة تشوف هالشيء، عنده هالإحساس يعني. ولا وبيطلع مشوار إلى بلدة رائعة الجمال وأشجار وهواء نقي وطبيعة خلابة وخضرة وبنفس الوقت بيشوف فن وإبداع، فما بعرف ما في أغنى من هاي العناصر لجولة سياحية موجودة. هون أنا بدي أسأل تأثير هاي المنطقة عليكم كفنانين، إلى أي حد عم تأثر فعلا على ذائقتكم، على يعني الحالة الثقافية والفنية الإبداعية؟ إلى أي حد هي كل يوم ممكن عم بتمدكم بشيء جديد؟ أنا بشوف شيء طبيعي إنه الإنسان يكون متأثر ببيئته وبمناخه وبمحيطه. طيب يعني أنا بتذكر عشت هونيك، خلقت هونيك 50 سنة بالجبال. الجبل يعني أعطاؤه كتير، بمحك يعني العلاقة مع الحجر، مع الشجر، مع الغيمات. هونيك عندنا غزلان بالبري، عندنا أرانب، عندنا فراشات، عندنا طيورة، عندنا شحرور، يعني وانت كل يوم عم تتصبح انت والندى الصبح، يعني شغلة كثير كبيرة. ما فيك ما تكون بهالمستوى، ما تتركنا بالعطاء الطبيعة تمنحنا. أكيد لازم تكون بمستوى الحالي او المحيط اللي تكون فيه، بمستوى الفراشات اللي هي عم تتنقل من زهرة لزهرة، والغيمة اللي مارقة والضباب، ونحن ارتفاعنا منيح شيء 1300-1400 متر عن سطح البحر. ثلجات الشتاء لحالها قصة، الجليد لحاله موضوع، صحيح ما فيك ما تتفاعل معه وتكون. طيب أمام هذا الجمال اللي عم يحكي عنه أستاذ زهير واللي بنعرف جزء منه بس ما عايشينه نحن، يعني قد يسأل الفنان نفسه أو نحن كمتابعين خارجيين، ماذا تضيف لهذه الطبيعة كمبدع؟ يعني أنت أحيانا ممكن تشوف جزء شجرة لحاله منحوتة ما بده شيء غير تشيله إذا بدك تحطه ماذا تضيف أستاذ حسن لهذه الطبيعة الجميلة؟ ماذا يضيف المبدع اليوم أمام هالجمال وبحضرة هيك جمال؟ في مسؤولية كبيرة إنه اللي بده يترك أثر فعلا يكون يليق، يعني أما يعني وإما فليصمت. أنا هيك بقول يعني لا، هي أمام هالجمال لابد من أنه يكون الشغل أكثر، بيبدأ بالبداية بيكون بده شوية تنظيم، لاحقا بصير واحد يعرف وين لازم يقدم. المنحوت اللي قدمه صديقي زهير بهيبة نوراما الشهيد مثلا، أعطيت لبيت ياشوط أعطيتها الحقيقة عنوان كتير حلو، هالعمل الجميل إذا انتبهت اللي ما بعرف شفتي. غير من الأعمال اللي عم نشتغلها طبعا هي أقل حجما من، لكن هي كان حجمها كبير. إذا من الأعمال يا أما عمل يكون يضيف مثل ما تفضلتي يحاكي الجمال ويحاكي أيضاً عرقته أو طبعاً لا سوى محاولات. يعني إذا أنت تضيف للعمل أم أو لهذه الطبيعة أم هذه الطبيعة تضيف لك أستاذ زهير؟ لا هي يعني هي عطاء أكبر بكثير. أنا بقول لك شغلة تعاملت معها، فيك تقرأ علاقتي معها من خلال المنشأة اللي عملتها، أخذت هيك شكل فني نوعاً ما. هو اوكي مطعم لكن يعني هو متحف اكثر ما هو مطعم.
أكثر ما في أنه هذه الحجرة أو هذه الخشبة بستعملها توجهها قليلا لهي لتريحني بالسلوك بالمعابر بالمداخل، ما بضف لها شيء أبدا، هي عندها كل الجمال، هي عندها كل القوة، هي لتعيد ترتيب أبدا، بس لتأمن لي هي مثلا تأمن مثلا بيت أو مثلا أنا عملت بشكل مغارة نوعا ما، لتعمل لي دروي من المطر، تعمل تأمن مداخل نوعا ما آمنة للزوار للأصدقاء بس ما أكثر. تفصيل تفاصيل العمل هناك، يعني هي تشرح لحالها انه انا ما زعجتها للحجره او للخشبه. نعم. ابدا اكثر ما في وضعتها بمكانها ابدا، يعني هي هذه هيك. نعم. بهالمعنى طبعا هذا بالاضافه، نحن حكينا على الابعاد الجماليه والبيئه، لكن ايضا اليوم نحن قرانا والساحل عموما اللي قدم الشهداء وقدم معاني كثيره للبطوله، ايضا اليوم فنانين عم بيحاكوا هذه البطولات، مثل ما حضرتك قدمت منحوته الشهداء، وايضا اي عمل الفني يحاكي بطولات جيشنا وشعبنا وصمودنا. صحيح. عم نشوفه أيضا هو الموضوع الأبرز اليوم لتقديم أعمال فنية. عندك شيء دكتور تفضل. بدي أقول بما يخص المقولة اللي انتهينا عندها أنه يا أما عمل يليق يا أما فليكون الصمت، هذا أمر خلاني ما اشلح الامور شلح مثل ما بيقولوا لنا بالعاميه، ما زالت الامور هيك، فلابد من انه ليكون متحف للتراث لابد ما انه ياخذ حقه، لانه هي الادوات اللي بدنا نحترمها، احترامنا الا احترام لانفسنا، لانه هي اثر لوراي لاجدادنا، فهي كثير لازم تكون تلقى احترام باخراجها للاخر، والا ما بدي انا كان فيني بعمل الحي الله شيء، الحقيقة ما بعرف بشتغل شغلي كيف ما كان، فهو مسألة وقت. الإبداع هي الحالة الأسمى يعني. نعم، إذا هيك بنحب نكمل جمال الطبيعة بأنه أيضا ما تركه السلف، أنه نتعامل معه باحترام بطريقة عرضه بإخراجه. نحن كثير متشكركم، متشكر كل الفنانين اللي شاركوا في ملتقى الفن التشكيلي الأول في مدينة جبلة اللي جاء تحت عنوان فن وفكر وحب، واضح الحب يعني أيضا في جبلة، يعني بعض نقاط جبلة، فيعني لحاله العنوان يتحدث عن نفسه. نعم. متشكركم كتير، متشكر حضوركم اليوم من بيت ياشوط إلى استوديو قناة أوغاريت، الفنان حسن سليمان النحات شكرا جزيلا لحضورك، وأيضا الفنان النحات زهير خليفة أيضا شكرا جزيلا، شكرا لأيقونة الإعلام بالساحل السوري حضرتك مدام لبابا على استضافتك. شكرا إن شاء الله هيك دوام الإبداع والارتقاء دائما بعملنا الثقافي والإبداعي. شكرا إن شاء الله. شكرا. من ملتقى الفن التشكيلي إلى ملتقى من نوع آخر، ملتقى أدبي تحت اسم ملتقى عشتار، تم فيه توقيع 5 دواوين شعرية، التفاصيل نتابعها في تقريرنا القادم. نخبة كبيرة من الأدباء والشعراء جمعتهم حروف اللغة العربية في ملتقى ثقافي واحد، فانبرت أقلامهم تعبر عن عشقهم للشعر والبوح وعن وجدانهم وأحلامهم. الملتقى نحن اليوم بخصوص توقيع كتاب، هو من الكتاب من الأهمية بمكان أنه كتاب مشترك ومقدم تقديمي من الدكتور جليل البيضاني لشعراء ملتقى عشتار، بالإضافة لديوان دمع السواحل لإلي هو كتاب باكورة أعمالي، وديوانين للدكتور جليل، ديوان دمع على حرف وديوان شوق على جناح أبابيل، وكتاب البسيط في ميزان الشعر الوسيط نتاج الدكتور جليل البيضاني. ملتقانا بدأ منذ 3 سنوات، عدد المشاركين فيه أكثر من 2000 شاعر وكاتب وفنان وتشكيلي وصحفي ومتابع. يهدف هذا الملتقى إلى جمع الوحدة العربية، وباعتبار أنه سوريا وإحنا توجهنا قومي، وهذا الملتقى أيضا يهدف إلى فضح المؤامرة الكبيرة التي تحاك ضد بلدنا الحبيب سوريا. نحن نحضر اليوم فعالية كبيرة لإنجاح توقيع 4 دواوين مهمة، منها ديوان أغاني عشتار الذي اشترك فيه كافة تقريبا الشعراء في ملتقى عشتار. نحن جايين من عدة محافظات، كمان هي خطوة جميلة، أنه خاصة نحن طالعين من هاي الحرب، الأزمة الشعر هو سلاحنا، نحن
حرفنا القوي اللي نحن مدافع فيه ومنعبر فيه عن ذاتنا. اجتماعنا اليوم خطوة جميلة أدبية راقية. الملتقى وكل الملتقيات يجب أن تكون مكثفة، لأنه هناك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هناك هجمة شرسة على ثقافتنا، على عاداتنا، على تقاليدنا، فيجب أن يكون ردنا فاعل ومتفاعل أكثر في كل المراكز الثقافية، وهذه ضرورة من أجل الأجيال القادمة حتى ما نضيع. تعمل الملتقيات جاهدة من خلال مؤتمراتها أو من خلال الفعاليات التي تقوم بها من أجل نشر هذه الثقافة والإضاءة على مجموعة من الأدباء والشعراء الذين كانوا خارج الضوء، وهذا الأمر جيد جدا أنا بالنسبة لهذا الموضوع. وعشتار هو أحد هذه الملتقيات الأدبية الذي ينشط جاهدا من أجل نشر الثقافة العامة في محافظة اللاذقية وعلى مستوى سوريا أيضا. هالمشاركة كتير بتسري لنا معلوماتنا وبتغنينا وبتعطينا فكرة عن الأوساط الثقافية بسوريا ولوين متجه الثقافي، وأنه لسه في عالم عم تقرأ ولسه في عالم بتكتب وبتقرأ ولسه في عالم مهتمة بالثقافة. هذا الشيء كتير مهم لنا جيل الشباب. أنا بنت المحامي اللي تم تكريمه اليوم، توفي منذ 6 أشهر، هو المحامي الأستاذ أحمد الشيخ حسن ضحية، من المشاركين بهذا الديوان ومن أعضاء ملتقى عشتار. المبادرة جميلة جدا، دائما النشاط الثقافي يعكس روح الحضارة في سوريا وروح المجتمع. الثقافة شعرا ونثرا وعلاقات إنسانية تعكس حضارة مجتمعنا، فأنا كتير سعيدة بهذا الملتقى. أتأمل دائما يكون في تكرار لملتقانا أو لأي ملتقى، هذا نشاط يدل أن سوريا لازالت بخير. سأفيق يوما من جنون هواك وأكف عن شغفي لدى رؤياك، وأصم سمعي عن ندائك إنه ليقض مضجعي لدى ذكراك. وخزلتني يوما وآخر بحتلي، ولمست في خدر الوصال سماك، وقطعت عهدا بالصدود وانحني، قلبي يبارك وارتضيت فناك. سأكف عن قلبي وصالك طالما استوصى فراقي واستباح هواك. ضمن حفل تكريمي في المركز الثقافي في اللاذقية، قدم ملتقى عشتار دواوينه الشعرية التي ضمت مجموعة كبيرة من الشعراء العرب المشاركين بقصائد شعرية متنوعة. في زاويتنا الأدبية اليوم مشاهدينا، أن يسرنا أن نلتقي مع الأديب الشاعر نعيم علي مية تحت عنوان الكتابة الإبداعية بين الحلم والواقع. أهلا ومرحبا أستاذ نعيم. أهلا وسهلا أستاذ لبابة. في هذا الحوار الثقافي والفكري والإبداعي مع حضرتك كشاعر، وأيضا لك مجموعة من المجموعات الشعرية والكتب الفكرية، أعرف بسي في قصير عن الأستاذ، عن ضيفنا الأستاذ نعيم علي مية. الأستاذ نعيم مجاز باللغة العربية، عضو اتحاد الصحفيين وعضو اتحاد الكتاب العرب، صدرت له مجموعة من الكتب، بعض الذي وهي مجموعة شعرية، مشروع مفكر وهو كتاب فكري، بوح وشوق أيضا مجموعة شعرية، وتسافرين في مدار مقلتي، أخيرا كان توقيع كتابه لوجهك يرهج ضوء النهار وهو أيضا مجموعة شعرية. والأستاذ نعيم علي مية من الشعراء والمثقفين الحاضرين في المشهد الثقافي في اللاذقية، يقدم أعماله ويقدم كتبه في ملتقيات ثقافية خاصة، من خلالها نتعرف إلى نتاجه الإبداعي والثقافي عبر هذه المؤلفات، بالإضافة إلى مشاركته بأمسيات شعرية متنوعة ضمن الفعاليات المختلفة في اللاذقية عبر المشهد الثقافي.
مرة ثانية برحب فيك أستاذ نعيم ضيف عزيز على هذه الزاوية الأدبية وتحت عنوان الكتابة الإبداعية بين الحلم والواقع. يعني هي ثنائية دائما ربما تكون إشكالية أو هي موجبة لأي كاتب يعيش الواقع ويرتحل إلى الحلم أحيانا، يعني يتأمل كثيرا لكن يخرج بنتاج هو مزيج للحلم والواقع. ماذا عن هذه الثنائية لدى نعيم علي مية؟ في البداية شخصيا أنا أشكر السيد لوبابا على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر القناة بكاملها بكليتها وليست بجزئيتها على هذا الاهتمام وهذه المتابعة للشأن الثقافي في محافظة اللاذقية. استاذ لوبابا، وأنت تتحدثين عن الحلم والواقع وتتحدثين عن الثقافة، لا أرى نفسي أمام مذيع أو مقدمة برامج، بل أرى نفسي أمام إنسان متخم طرف ثقافي واضح على محياك وبادي على لسانك. أشكرك أستاذ نعيم، شكرا. أنتم من توحون لنا يعني الحقيقة. شكرا شكرا. موضوع الحلم والواقع أستاذ لبابا، للأسف الشديد بعض الذين ينظرون إلى الحلم ينظرون إليه على أنه مرض، وبعضهم ينظر إليه على أنه ظاهرة تستحق الدراسة، دراسة على أنها إشكالية معينة كعلماء النفس الذين ينظرون إلى الحلم على أنه إشكالية، أو على بعض الذين يفسرون الأحلام على أنها إسقاط آخر. لن أدخل في هذا المجال، سأتحدث بما يخص الشعر وبالتحديد ما بين الواقع والحلم. هذا المزج أستاذ لبابا، لا يمكن لنا أن نقول أن الحياة تقف عند الواقع، كما لا يجوز لنا أن نقول أن الحياة تقف عند الحلم أو تستمر بالحلم فقط. أي بمعنى أن الحلم والواقع كلاهما يحتاج إلى نظرة وإلى وقوف وتوقف ثم إعادة انطلاق. الحلم يمد الواقع بأشياء جميلة تجعل هذا الواقع متغير. المشكلة أن البعض ينظر إلى الواقع على أنه ثابت، معطى ثابت، وهنا الإشكالية الكبرى وهي التشاؤمية، وهذا نحن ما أبعد ما نكون عنه، وخاصة إن كان بعضنا ما زال يحمل بعض التشاؤم، نحن ندعو إلى أن يزول منه هذا التشاؤم ويزيله. الحلم أستاذي ربابا باختصار هو نشاط جمالي. إذن هو نشاط جمالي جميل جدا ينقلنا إلى واقع متغير، واقع نريده، وإن كان هذا الواقع بتعريفي الشخصي، وهذا ليس لي أنا يعني ولكن نتاج ثقافات وقراءات لي، أن الواقع هو ما نريد أن نحياه، أو هو الحياة الأخرى في تفكيرنا الباطن أو في حياتنا الداخلية. هذا هو الواقع، الواقع هو المتغير نحو الأفضل. لا يجوز لنا ما نتمناه يعني، ولكن لا يمكن إلا أن يبنى على واقع موجود. أي بمعنى بين قوسين أستاذي ربابا، علينا أن ننقل الواقع من حيز الوجود الموجود إلى حيز الإمكان. يمكن لي أن أخلق هذا الشيء، حاضر هو وموجود. نعم، ولكن وهنا يقودنا هذا إلى سؤال دائما يطرح، أنه دور المثقف اليوم، دور الشاعر، دور الأديب، هل هو بحلمه يستطيع أن يغير شيء من الواقع، أن يسكب على الواقع حلولا ما رغم قساوته ربما، لكن ربما يقدم نظرية لو إبداعيا، لكن يقدم نظرية إلى الواقع، أو العكس، الواقع يعني يلعب في الحلم ويحوله إلى أطر أخرى، يعني ما يترك هذا الشاعر يمدح حلمه كما يشاء، إنما ربما يقوده أو يعيده إلى الواقع، إلى الحياة. هلا أكيد كونه شاعر، من يغير من يعني؟ قولا واحدا الجمال يغير الواقع دائما، الجمال والشعر لا يمكن إلا أن يكون جميلا. لا يمكن أن يكون الشاعر إلا إنسان جميل، لا يمكن أن يرى أشياء قبيحة، يرى الأشياء بجمودها متحركة. شوف أستاذ لبابا، شعراء الجاهلية عاشوا في الصحراء ولكن أضافوا إليها الحياة، فجعلونا نشتاق إلى تلك الصحراء، صحيح، نتخيلها تماما. وقصة مجنون ليلى مشهورة،
وقيس وليلى مشهورة، يعني كيف عاش الحب في ذاك الزمان؟ إذن لماذا؟ لأنه عاش شيء جميل، شعر جميل يجعلنا نعيش الحياة الجميلة. لا يمكن للواقع أن يفرمل التعبير العادي، أن يفرمل الشاعر، لا بالعكس، أن الشاعر يحمل على عاتقه، يحمل على كتفيه، وكأنه يحمل الزاد في الترحال، ينقل هذا الحلم معه أينما حل وارتحل، ليصوغ منه ويزرع في هذه الأرض زرعة غرسة الحلم الجميل، لتنبت ماذا؟ حياة مثالية. والمثال هو الذي نحن نسعى إليه، وهو ما نحن في داخلنا يعيش المثال. أستاذ لبابا، سواء كان شعر أو حياة اجتماعية أو إنسانية، كلنا يهوى الصدق، كلنا يهوى الجمال، كلنا يهوى الخير، كلنا. إذن نحن متفقون جميعا على هذه الجماليات، إذن في دواخلنا هذه الأشياء، ولكن الخارج هو المختلف. لذلك نحن نتوق إلى دواخلنا، نتوق إلى حياتنا التي نحن من خلالها في أفراحنا نظر على حقيقتنا، نسعى إلى اللقاء، إلى التناسي، إلى التسامح، ونبتعد عن التحاسد والتباغض. نعم. هذا هو الجمال، هذا هو الشعر. ومن هنا أستاذ نعيم، يعني نشأت نظرية أنه كلما يعني ازداد الألم والمعاناة يزداد الإبداع. يعني بالعكس، أنه نحن عم نقول للواقع أنه لا ينفصل، إنما الإبداع هو نتاج الألم، نتاج القلق. كلما زادت درجة القلق تزداد الحالة الإبداعية. هنا يعني تولد صور جديدة نتيجة معاناة، ونحن كمان حتى بنشوف بالشعر الوطني وبالشعر الوجداني، رغم الحرب مثلا أو حالة من الدماء وإلى آخره، لكن تخرج قصائد بمنتهى الروعة وهي نتاج الألم، نتاج القهر، نتاج حزن. فهون أيضا الواقع ربما محرض تماما. إجباري مدام لبابا، هو موضوع التجربة المريرة أو الألم، وهذا بحد ذاته هذا إبداعي، اسمه إبداعي. وهنا المذهب الأدبي، في حتى في تدريس المدارس الأدبية هناك مذهب إبداعي. هذا المذهب الإبداعي يقوم على أساسين أساسيين. هذا الأساس الأول هو الذات، الأساس الثاني هو الألم، أي بمعنى تصوير المعاناة الذاتية. لذلك نلاحظ على أن الرومانسية مفعمة بالإبداع أكثر. لذلك هذا الأمر حقيقة، نعم، عندما يزداد الألم يزداد الإبداع. لماذا؟ لأنه يصبح الواقع أكثر إيلاما، فيحتاج إلى أكثر أملا. هذا الانتقال من الألم إلى الأمل، يأتي دور الشاعر، دور الفنان. أنا لن أتحدث فقط عن موضوع، نعم، إذن عن موضوع الشعر فقط، ولكن أتحدث عن الفن، عن الأدب بشكل عام، تماما، نعم، على الإبداع عموما، تماما، على الإبداع، سواء كان شاعرا أو فنانا، رساما أو حتى أغنية. يعني أنا يستحضرني الآن وأنت تتحدثين أستاذي لبابا، وأنت خير من يتحدث في هذا المجال، عندما غنت فيروز وغنى الرحابنة. كانوا فيروز ورحابنا وجدوا في زمن الحرب اللبنانية، ولكنهم غنوا للأرض، للسماء، للزهر، للأرض، للطبيعة، وبأجمل وأرق وأعذب العبارات. يعني الحرب تحت صوت القنابل والمدافع والطائرات والقتل والدماء ومشاهد الخطف والقتل وإلى آخره، خرجت فيروز وغنت للسماء، للأرض، للزهر، للنرجس، للبرداي الزرقاء، للثلج، للأيام، للخواتم، للحب، للإنسانية. غنت لماذا؟ لأنها أرادت أن يخرج هذا الإنسان من هذا الواقع، كي لا ينغمس هذا الإنسان في واقع مرير. تريد، كانت فيروز والرحاب، يريد الفن بشكل عام أن يخرج الإنسان صافيا نقيا، ويعود إلى ما كان الله يريده له. أراد الله للإنسان أن يكون إلها إنسانا. نعم. إلها إنسانا جميلا. يعيش بسلام وأمان. هنا أيضا يقودنا إلى السؤال، أنه كيف تولد القصيدة أمام هذا المزج بين المعاناة أو حتى الواقع الذي يعيشه الشاعر الأديب، وبين حلمه، وبين كل هذا الصراع الداخلي الذي يعيشه، تتمخض قصيدة. كيف تولد في ظل هذه الظروف شخصياً عندك بشكل خاص؟ يعني طبعا عن الأستاذ نعيم علي ميا، واللي حضرتك يعني من مجموعتك الشعرية الأولى، بعض الذي يعني بجوز ما نقول بسن معينة أنت صار استوت، نضجت الحالة، قررت تكتب. طبعا هي وأكيد أنت كاتب من قبل، بس قررت تنشر مثلا، وأكيد كتير مزقت، وأكيد استغنيت عن مقاطع واخترت مقاطع. يعني كيف تصل بالنهاية هذه القصيدة إلى القارئ؟
هلا بالبدايه رح احكي عن حدث الولاده، حدث الولاده اشبهه كولاده قصيده اشبهه بولاده الطفل لا يدري متى ياتي. طبعا بين قوسين عم احكي عن الولاده الطبيعيه. طبيعيه. لا يدري. صح. متى ياتي؟ في الظروف، في الاوقات، في المكان، في الزمان، لا يدري، لا يدري. لكن هناك مجموعة عوامل تتجمع، تتكاثر، تتوالد، تتآلف، تتراكم، تتآلف، تتوالد، تنسجم مع بعضها البعض، فيأتي ماذا؟ ما مفهوم اسمه قصيدة. هذه القصيدة لا آتي إليها في المرحلة الأولى، كوني أتحدث عن نفسي، لا آتي إليها في المرحلة الأولى حول ماذا؟ هنا، هنا، حذف، إضافة، قص، نص، لا لا، أتركها على سجيتها. ثم في مرحلة تالية آتي إليها لأهندسها، لأقلب ما فيها، لأضيف، لأحذف، لأكمل، لأرمم، لكذا. فهذه الأشياء كلها تذكرني بالحالة البركانية. البركان هو تراكم لكنه في لحظة ما ينفجر. عندما ننظر إلى الجمال لابد قولا واحدا أن نجد سر الجمال. الجمال يحتاج إلى كشف السر. أستاذ لوباب، نعم، ليس إلى بحث، إلى سر الجمال. تماما، سر الجمال ليس فقط ظاهري، السر هو باطني جوهري، فيجب علينا أن نبحث في هذا السر المكنون، هذا السر المخبوء. نحن نقول صدف جميل لكن الأجمل ما بداخله من اللآلئ. جميل أستاذ نعيم، لكن المفردة التي تقودك أو هي التي يعني صياغتك لهذه الأفكار هي اللغة العربية، الكلمات. اليوم الشاعر أمام مخزون كبير لدينا من الشعر العربي. اليوم تقيم القصيدة الجديدة بما تولده من مفردات جديدة، من صور غير مسبوقة، من حالة تضع القارئ بأنه أحيانا فعلا في بيت شعر صغير بهز من الأعماق، قلت لك هالصورة ما أجملها. كيف تولد هذه الصور؟ يعني اليوم نحن مطلوب أيضا أن نبحث عن أو أن نقرأ لشعراء يولدون اللغة، يفجرون مفردات جديدة وصورا جديدة. موضوع خلق الصورة الجمالية أو الشعرية بشكل عام أستاذ لوبابا تحتاج إلى 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 ميران وموهبة قبل الميران. طبعا هي تحتاج إلى فطرة وموهبة. تماما، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل مدرس لغة عربية أن طبعاً يكون شاعر، وليس بالضرورة أن يكون كل شاعر هو مدرس. لا، هذا الأمر بغض النظر. لماذا؟ لأن الشعر هو يقوم أستاذ لوبابا أثناء حديثك دائما كررتي موضوع الخلق الإبداعي. إذن الشاعر هو خالق إبداعي، هو يخلق الإبداع، يخلق صورة جديدة، يخلق فكرة جديدة. إذن خالق جديد. هذا هل الفطرة يعني تخرج بهذه الصورة أم هلا الفطرة مكونات هذا التخزين من الجمال اللي حكيت عنه؟ بحثك عن الجمال هو اللي عم بيولد الصورة الجميلة. طبعا أكيد في شيء اسمه فطرة، الموهبة، ثم الصقل. كل موهبة أستاذي لوبابا لا تسقل، تنتهي إلى الزوال. أي شيء، يعني لا يكفي أن أكون أن أقول أن أكتب شعر. يعني حتى أستاذي لوبابا وأنت تتحدثين الآن، وأشكرك على هذا التقديم الجميل، وأشكر السادة الأفاضل في هذه القناة الفاضلة التي لها أفضل علي للأمان، يعني وأنا أعترف بهذا الفضل علي. يعني في كتابي الأول بعض الذي وكتابي الأخير لوجهك يرهجو ضوء النهار، هذه المسيرة لابد أنها تصاعدت. لماذا؟ لأنني استقلت نفسي قولا واحدا، وهذا أمر طبيعي وأنا أعتز به، أنني ما زلت أقرأ وما زلت أتابع وما زلت يعني أناقش. سياق وأخوة. صيرورة، يعني صيرورة تماما، والسيرورة تماما، ما بين الصيرورة والسيرورة تماما. فهذا الأمر يحتاج، يعني لا يكفي أن أكون مدرس لغة عربية أو درست لغة عربية، لا نهائيا. ولكن موضوع المفردات، موضوع المفردات هو يحتاج حقيقة، يحتاج إلى موهبة كمان، يعني موهبة وثقافة ومخزون إضافي. طبعاً. إلى ماذا؟ إلى ثقافة أستاذي لوبابا. يمكن لأني أنا مفعم بالمفهوم الإنساني، الطرف الإنساني يحتاج إلى مفهوم إنساني. يعني عندما نجد أنه ناظم معين ينظم أو كاتب أو شاعر يأتي بالمفردات
جامدة لكنها جميلة ولكن تبقى جامدة كقالب الثلج. جامد صح إذا لم توضع في موقع في موقعها. نعم. يعني تماما يأتي بجمود لا يأتي بحركة مفردة جميلة جدا لكن تأتي يعني مثل الجوهرة يعني. تماما لذلك هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الروح الإنسانية كما هو في مفهوم القانون نحتاج إلى روح القانون. صح. كما هو في الحب لا نحتاج إلى الحاء والباء. نحتاج إلى حرارة الحاء. صح روح تماما حرارة الحاء. سنأخذ مثال هلأ ونختم فيه لكن بعد أن أسألك بالعودة لعنواننا اللي هو الحلم والحالة الإبداعية الحلم والواقع. من يضبط الحلم؟ الكاتب أم القارئ بالنهاية؟ يعني أنت قصد أنه عندما تكتب لو أنه رحت بالحلم كتير بس بتقول بس أخير في قارئ أنا ما رح أخده معي تدوهه، هل يضبطك القارئ عندما تفكر به؟ أنا؟ لا أبدا ما نهائيا أنا أكتب لأن أنقل القارئ. نعم. لأخذها بيد القارئ. أعتقد أن هذا القارئ يعيش في حالة معينة. أنا في استاذي لبابا عندما أكتب ديواني أكتب لي وللآخر، والآخر طبعا. عندما سيقرأ هذا الديوان لن أكون معه، سيكون مع نفسه مع ذاته في حالة معينة، قد يكون مع حبيبته، قد يكون مع زوجته، مع إلى آخره، وسيستشهد بكتاب من كتاباتي سينقله. إذن أنا سأنقل هذا القارئ من حالة إلى أخرى، كما كنت عندما كنت صغير أستمع إلى كلثوم إلى عبد الحليم، إلى عندما أستذكر فقرة مقطع غنائي أو عبارة أو كلمة أو عنوان أغنية ليعبر عن حالة النفسية عن حالة العشقية عن حالة الإنسانية وهكذا. طبعا لا يجوز أن يقف القارئ عندها، وبالتحديد في استاذ لبابا لا أعتقد أنا قولا واحدا أن القارئ الشعر هو إنسان محدود أو مقيد. قارئ الشعر هو منطلق، يعني هو شاعر غير ليكتب، هو شاعر يستزرق الشعر. نعم. يعني هذا ما هو هذا الحقيقة. نعم. يعني إذن سنختم بمقطع من اختياراتك في مجموعتك أو ديوانك الأخير لوجهك يرهج ضوء النهار، وهو طبعا ليس آخر وليس آخر كتاباتك، إن شاء الله بنشوف مجموعات جديدة. لنختم بمقطع من هذه المجموعة. شكرا كثير. سأقول من قصيدة بعنوان توهجي مثل النبوءة. لا تعبري جرحي طريقي ضللته كواحل الأحلام، تنبت في مياسيم اليباب وعلى التخوم العاريات ستائر النسيان تغزل ثوبها، وتود لو قمر يساهر حزنها ويبثها شوقا مذاب. دربي تضج به انكسارات الخطى فأخبئ الأوجاع في درج الكلام، قد عشت عمري نائيا في غربتي، حلمي يسافر في عناقيد الغبار. أسرجت أمنيتي على شغف فغشاها الدوار، واغتالني حور يرش طيوبه، واغتالني نوح الحمام. لا تعبري جرحي مللت تجلجل الأجراس أجراس الندم، وضحكت مما قيل إن الحب عطره السراب. الحب يا عصفورتي ترتيل صومعة وبوح كنيسة وثغاء حسون وشدوب لابل وبكاء طفل باحث عن ثدي مرضعه وروح من ضياء. الله، ولهذا لوجهك يرهج ضوء النهار. أنا كتير بتشكرك أستاذ نعيم علي ميا لحضورك ولهذه هي الدقائق التي تحدثنا فيها عن الشعر وعن الإبداع، وشكرا دوام الإبداع لك وبالمزيد من كتاباتك وحضورك معنا. شكرا جزيلا أستاذ الأديب الشاعر نعيم علي ميا. شكرا لحضرتك وللسادة الأفاضل.
وكل الشكر لمتابعتكم مشاهدينا. الأسبوع القادم نلتقي مع مرايا جديدة. إلى اللقاء.